بعد طول انتظار بدأت مواد البناء بالدخول إلى قطاع غزة، ولكن دخولها لم يكن بالكميات المطلوبة ولا يتم توزيعها كما يتمنى المواطنون الفلسطينيون في القطاع. فدخول هذه المواد يتم وفقا لآلية معينة اعتبرها الكثير من المراقبين برمجة لمفهوم الحصار المفروض على القطاع بدلا من رفعه. دخول الكمية الأولى من مواد البناء إلى قطاع غزة تحت رقابة أممية ضمن آلية دعا إليها روبرت سيري المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، والتي تهدف إلى وضع حراسة على مواد البناء الواردة إلى القطاع، وذلك لمنع استخدامها من قبل المقاومة لبناء الأنفاق. الإسمنت ما كان حد يعني وصي علينا فيها، أصبح في وصي علينا أنه إحنا ممنوع نتصرف كمحلات تجارية أو كشركات بكيس إسمنت إلا عن طريق الناس المسؤولة على هذا الموضوع، والكاميرات هو طلب منهم هم نفس الموضوع هذا على أساس هم الكاميرات يراقبوا فيها خارج أو داخل. تتم آلية العمل على مواد البناء وتقديمها إلى المتضررين لبناء ما تهدم وتقديم تقرير يناسب معايير الاتفاق الثلاثي بين الأمم المتحدة والكيان الصهيوني وبإشراف من السلطة الوطنية الفلسطينية، مما يتطلب وقتا زمنيا أكبر في إعادة الإعمار ويعيق التنفيذ ضمن الجدول الزمني المحدد لذلك. الآلية تتلخص في أنه سيكون هناك رقابة إسرائيلية على أين تذهب مواد البناء، هل ستذهب فعلا إلى أغراض مدنية أم لا، هذا هو الهدف. ولكن في النهاية المطلوب هو رفع الحصار، لذلك سميت هذه الآلية بآلية مؤقتة. نحن في الأونروا نرحب بها، ولكن هي لن تكون بديلا عن رفع الحصار. وفق هذه الآلية لإعادة إعمار غزة اعتبرها القائمون على الإعمار إعادة برمجة لمفهوم الحصار، ولكن بصيغة أخرى. ولإنجاز عملية الإعمار في غضون 5 سنوات يتطلب إدخال 1000 شاحنة يوميا عبر معبر كرم أبو سالم، الذي لا يستوعب حاليا دخول أكثر من 450 في اليوم. إحنا الآن في علم الغيب بالنسبة للبنى صرنا، لأن الآلية صعبة في حد ذاتها كمان، انك تركب كاميرات وعدم فتح السوق امام الناس تشغل براحتها، هذه العمليه مش سهله. انا زمان في الاول كنت اروح على اي محل اشتري كيس الاسمنت واروح، اروح على محل على بعد 10 متر اشتري كيس الاسمنت واروح. اليوم انت بتقول لي كاميرا تراقبني، انا رايح اجيب كيس اسمنت وكاميرا تراقب البياع وكاميرا تراقب المعبر، يعني اليه صعبه مش بسيطه هذه، يعني هذه بتعمل اعاقه كبيره امام حركه البناء والاعمار في غزه لا حصر لها. أصحاب البيوت المهدمة الذين بنوا آمالاً عريضة على مؤتمر القاهرة لوضع حد لمعاناتهم، يبدو أن معاناتهم ستطول إذا ما تم إدارة ملف الإعمار وفق الآليات الراهنة والتي لم يرفع معها الحصار تماماً. وجود مراقبة على مواد البناء أمر يؤرق الغزيين الذين جل همهم إتمام عملية البناء وإعمار ما تهدم وبأسرع وقت ممكن. غادة خالد لقناة الكوت غزة.